بعد سنوات من الزواج أنجبت فريدة 3 بنات، والبنات لن يرثن العرش. وبالطبع فإن نازل استغلت ذلك في معركتها مع فريدة، وهنا شعرت فريدة أنها محاصرة من كل جانب. وبحسب أقوال فريدة فإن أكثر ما أزعجها بعد الزواج فورا هو أن فاروق أخلف وعده لها، لأنه استجاب لحاشيته وأبعدها عن ممارسة أدوارها الملكية التي اتفقا عليها قبل الزواج، ووجدت نفسها مجرد واجهة فقط كما كانت تخشى. فطلبت الطلاق من الملك عام 1948، أي بعد 10 سنوات من الزواج. طلقها الملك فاروق بصعوبة، وهنا قال الناس إن فريدة الطاهرة خرجت من بيت الدعارة أخيراً.